سيادة اللواء، أعتقد إنه هم بيجهزوا صورة، هرجع لك حالا دلوقتي. أعتقد إنه مع الوزير لما اتكلم على سلاح الطيران وقال هو ذراع طولة، إيه اللي بقي من ذاكرتك حاجة متفردة حصلت في الحروب والقتال اللي أنت شاركت فيه وأنت قلت أنا صعقاوي ثم كابتن طيار؟ تمام حضرتك، زي ما سيادة الوزير قال القوات المسلحة ما حاربتش في 67، سواء كان في قصور أو ما كانش. احنا كان عندنا أفرع في القوات المسلحة زي الصاعقة المصرية مش موجودة عند إسرائيل، بتدريبها بفعالياتها برجالتها بقواتها، بدليل إن في معركة رأس العش كان الفرد قدام المدرعات الإسرائيلية واستطاعوا إن هم يهزموهم، فده ما جاش طبعا من فراغ، ده له ماضي وله تاريخ كبير جدا في القوات المقاتلة المصرية. كان عندنا في سلاح الطيران كان عندنا طيارين وكان عندنا طيارات. الغلطة الأساسية والمصيبة الكبيرة إن الطيارات دي كانت مرصوصة على الأرض ما فيش لها دوشة، فلما جم اليهود ضربوا أول طيارة آخر طيارة بتولع خلاص. انتهت العملية صحيح. لكن إحنا لو كنا خدنا فرصة القتال أعتقد إن كان التاريخ هيتغير، وأعتقد النتيجة هتتغير تغيير كبير جدا بالرغم من القصور اللي كان موجود عندنا، لأن إحنا جيش أساسا 7000 سنة أقدم جيش في المنطقة كلها. بالنسبة للطيران حصل أول ضربة يوم 14 و15 لما جه الفريق مذكورة بالعز جمع كل الطيارات اللي موجودة بالإضافة للطيارات اللي جت من الجزائر وبعض الدول أوروبا الشرقية، واستطاع إن هو في غضون شهر يضرب ضربة خلت موسى ديان يرجع بقواته 50 كيلو، بعد ما قال لك إن الجيش المصري قدامه 50 سنة عشان ينهض تاني ويقدر إن هو يقاتل أو يحارب. فدي كانت أول نقلة وكانت أول يعني المعارك اللي ابتدت. بعد كده أثناء الاستنزاف تم اختبار القوات الجوية المصرية أمام الذراع الطولة الإسرائيل في عدة معارك، والحمد لله يعني الكلام ده كان سنة 68 كان بتقام وبتتنصب كمائن مصرية للطائرات الإسرائيلية، وكان في نتيجة كبيرة قوي خلتهم يرجعوا ويفكروا وما يخشوش أبدا في أي معارك معانا. أنا أذكر أنا ليا شخصيا أطول معركة جوية من 67 لغاية 73، معركة ال 13 دقيقة. طبعا الحمد لله أنا يعني كلفت بأمر إقلاع أنا وشهيد ذو 19 ربيعا الطيار زميلي حسن لطفي بأمر إقلاع، طيارات إسرائيلي كانت داخلة بتعمل استطلاع وفي حراسة طيارات أخرى، فكانوا 6 طيارات، طيارتين بيستطلعوا و4 طيارات داخلين وراهم استطلاع بالقوة، يعني هتك عرض بالقوة. احنا كنا يعني جاهزيتنا في هذه الوقت كنا فرط جاهزية، الحمد لله كنا اوفر تريننج وكنا وصلنا لمستوى عالي جدا، بنطير بالليل زي ما بنطير بالنهار. لما بيبلغني ان في قدامك 6 طيارات انا بقول له بالروح اللي هي موجودة عندي، لان الطيارة بالطيار والفرس بالفارس والسيف صحيح باللي شايله صحيح. بقول له دخلنا عليهم على طول، انا داخل وانا عارف هعمل ايه، انا طيارتين وهم 6 طيارات يعني 12 طيار يعني 48 صاروخ يعني 30,000 الطلقات، يعني طيارة بتطير 3 ساعات، يعني طيارة الفانتوم قد الطيارة الميج 3 مرات. لكن في حاجة تانية بقى خالص بره الحسابات، ربنا سبحانه وتعالى مش أجازة صحيح. بما فيك من قوة بما فيك من عزيمة معاك، ربنا كان معاك ملهاش حل صحيح. أنا بقوله دخلنا عليهم على طول، استطعت بعون الله في أول 30 ثانية أن أنا أسقط طائرة قائد السرب الإسرائيلي، وما قدروش يعملوا معانا أي حاجة 13 دقيقة مش طايلين مننا أي حاجة ولا عارفين يعملوا معانا أي حاجة، في الآخر سابونا ومشوا. ليه قالوا عليك مجنون بسرعة؟ مجنون عندما تعرض الطيار المقاتل للموت المحقق في مناورة احنا بناخدها نظري اسمها مناورة الموت الأخيرة، أنا ميت ميت بس مش هموت إلا بعديه، مش هموت إلا بعديه. فالمناورة دي يلزمها 6500 قدم، لما أكون أنا طاير وفي طيار جاي ورايا عشان يضربني بالصواريخ أو بالمدافع
بنزل في اتجاه الارض باقصى سرعه عندي. اه لو نزل ورايا مش هيطلع، اكنه نط في بير الساقيه بالظبط، مش هيطلع. لو ما نزلش ورايا احتمال ضئيل ان انا، احتمال ضئيل لان نسبه النجاح فيها حضرتك صفر. انا لما جيت انزل بالطياره بتاعتي ببص لقيت عدد الارتفاع 3000 قدم، يعني ميت لا محاله. بصيت لربنا سبحانه وتعالى قلت له يا رب انا بخاطر في سبيلك، ايدك معايا يا رب. طلعت الطياره، بعد ما طلعت الطياره ببص قدامي كده لقيت غبي في الفضاء، الطيار الاسرائيلي اللي كان جاي يضربني لقيته قدامي. بسم الله الله اكبر، طلعت اول صاروخ. تذكرت ان انا مش لازم اكبر واسمي على هذا الخروف، كان معايا صاروخ تاني صحيح ب10000 جنيه لكن مش خساره فيه. قمت مطلع الصاروخ قلت له ابتسم انت تموت الان. طلع الصاروخ صايب دمر الطياره، لا لاحق فطور ولا شاف معاد عشاء، والحمد لله المنصوري نجا رغم انه ما قال لك المنصوري مجنون عشان يعمل الحركه دي، لكن ربنا موجود معانا الحمد لله. ربنا ايد ربنا.